عسى الله يقومها بالسلامة ويردها إلى أهلها سالمة إن شاء الله. يمكن معنا اتصال هاتفي مع والد المذيعة صابرين برشيد، السيد أحمد برشيد. مسي عليك بالخير. مساء الخير. يا هلا مرحبا. مساء الخير. يا هلا يا هلا مرحبا. يا هلا بلاي تي في. اليوم قناة بنتي. الله يطول لي عمرك. اليوم يمكن كل الأوساط في الكويت، خاصة يعني اللي زاملوا زميله صابرين برشيد، تأثروا كثير بالخبر اللي يمكن أنت بديت فيه بشكل واضح وصريح، إصابتها في 3 أورام بالرأس. نبي نوضح للمشاهدين بس بعض التفاصيل. إن شاء الله. بدأت الحالة من تاريخ 31 من الشهر، أثناء ما هي كانت طالعة من مسلسل أمي دلال. نعم. فقالت المخرج يعني هوشني، يقول لي ما عندك التركيز، ما عندك دي. لاحظت أنا في كلامها أن كلامها يعني خيط وخيط عندنا بالبحرين، يعني تقول كلمات مو مفهومة، تركيزها قليل يعني ما هو وتركيزها مو كان أوكي. فراحت البيت، قلنا دلين البيت، قالت هذا البيت تعادل. فراحت البيت ورقدت 24 ساعة كاملة. نامت. طبعا احنا تخرعنا عليها، فطرشنا لها يعني صديقة امها في الكويت، طرشنا لها، راحت لها الشقة، خذت ودتها مستشفى المبارك، ويعني قالوا الامور طيبة، تمها تكريها ضغطها الامور كلها رخصوها. المهم ان انا يعني كل اللي قلبي جيت لها الكويت اللي هو يوم السبت. السبت اللي طاف. اي نعم السبت. ودشيت عليها شقتها، لا شفت البداية مو طبيعية، يعني تعرفين لكن صابرين، تعرفين فلانة؟ لا. تعرفين ربعك؟ لا ما أعرف. يعني نبغى موافق، ذاكرة خفيف فيها. فأخذت قلت لها المطار، قالت لي لا ودني الهادي، مستشفى الهادي. وديت الدل، المشكلة أن الدل. وديت مستشفى الهادي، أبغي دكتور أعصاب وذي، قالوا لي ما ميش انتهى الإقامة. طلعنا قالت لي ودني مستشفى الشفا. قلت لها صابري خلينا نروح السيف. قالت لي ما دله، خلينا نروح الشفا. فرحت الشفا على شافها الدكتور، قال لي لا بنتك عندها مشكله، لازم تشوفها دكتور اعصاب. بس خذيت من المستشفى على المطار. وين اكتشفت ابو صابرين؟ وين اكتشفت اول المرض اللي الاورام اللي فيها في البحرين بعد الفحوصات اللي صارت في المملكه؟ اي طبعا جبت البحرين، من البحرين تيجي توديت المستشفى العسكري عندنا في البحرين، من اكبر المستشفيات عندنا. صحيح. فشيكوها كالعاده ضغطها وذي، ولازم قالوا لي باقي الراس. ويوم شيكوا الراس قالوا لي صابرين، فقالوا لي عندها صابرين عندها 3 اورام في الجهه اليسار، ضغط على الميموري مالتها او الذاكره. نعم. ضغط على الذاكره، فمن كذي ما تعرف تتكلم وما تتذكر احد يعني غيركم انت والناس القريبه يعني. زين، طمنوك الدكاتره انه يعني علاجها في الخارج وكذا بيستعجل؟ هو الدكاتره عندنا في البحرين قالوا احنا نقدر نسوي لها عمليه فوريه، البنيه يبي لها عمليه فوريه لان البنيه في خطر. صحيح. اذا استمر. اكيد. فالحمد لله رب العالمين، انا سويت نداء حق سيدي جلاله الملك في يعني ما اتصور يعني يوني استجابه من مكتب سيدي جلاله الملك، من مكتب سيدي الشيخ ناصر بن حمد. جميل. من مكتب سيدي رئيس الوزراء. الدوله قامت ما قعدت. صحيح. الحمد لله رب العالمين. ياتي تليفونات من الكويت، الله يعزكم ان شاء الله ويخليكم. ياتي تليفونات من السعوديه، ياني تليفون من احمد الفاضل اللي كان عزيز علي، وايد حبيت تليفونه. من اللي تكلمني طالب؟ اي نعم طالب. دكتور طالب شلونك؟ الله يطول عمرك. طب ما اتكلم عنك بالخير. الله يطول عمرك. اسراء وياك؟ معك. اسراء وياك؟ معك. اي مع انا. اسراء وايد تحب صابرين، وايد تحب. والله يعني صابرين احنا زاملناها فتره طويله، يعني ما شفنا منها الا كل خير. جميله، ذات اخلاق، يعني بنت هاديه ومحترمه جدا وتحب عملها وشغلها. احنا يمكن كلنا متاثرين ترى، سواء في الاي تي في او حتى الاوساط الفنيه اللي يمكن تعاملت معاهم صابرين. احنا ودنا طمنا دائما يعني ابو صابرين عليها، وان شاء الله نتمنى لها ان شاء الله الشفاء. واكيد الملك حمد يعني ما قصر في جلالة الملك. بالضبط، اكيد ما راح يقصر، وهذه بنته وفي النهايه يعني
امر بعلاجها في المانيا باسرع وقت يعني. باذن الله باذن الله. اذا كل سلامي على الطاقم كله. الله يسلمك. سلام لكم كلكم صابري موعدكم. ووصل سلامي. سلامي لي ابو حمد. الله يسلمك. احمد الفاضلي. الله يسلمك. سلامي على كل من سال على صابرين الفنانين سعد عبد الله جماعه كل اللي سالوا عنها والتطرفين. وهذا يمكن اتصالك الان يوصل لكل الكويتيين اللي يمكن يعني ودهم يطمنون على مونتا عبد الله الطليحي مونتا الجماعه كلها اللي اتصلوا فينا اكيد عنها. الله يعطيك العافيه وعسى الله ان شاء الله يعني يسهل اموركم وتسافرون ان شاء الله الخارج وتطمنا وتبشرنا باخبار يعني عن صابرين بورشيد. كل الشكر لك احمد بورشيد على هذا الاتصال. شكرا جزيلا لك. شكرا. اذا المشاهدين نطلع الى هذا الفاصل واستعراض الفقرات ونرجع لكم تالي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.